السلام عليكم. عندي هنايا هاد الدجاجة راني نقيتها وغسلتها مزيان، وهاني دابا شرم درت لها الحامض وغادي نشرملوها معاكم، وغادي تشوفوا معنا الطريقة كيفاش. خليكم معنا دابا غادي صافي منين دهنت لها الحامض كلشي، غادي نخليها واحد نص ديال الساعة هكاك في هذا الحامض، من بعد غادي نولي نغسلها بالماء سخون ونشرملوها. هنايا راني درت هنايا ورجعت عندكم، هنايا درت البصله والثومه والمعدنوس والقزبر، خلطتهم ودرت شويه ديال العطريه. دابا غادي ندير شويه ديال السكينجبير، ها هو شويه ديال الكنور ديال الدجاج، هنا غادي ندير شويه ديال العطريه ديال الدجاج معكم، هذه شويه طريه ديال الدجاج هي واحد شويه صافي. دابا الشموله هي عندي راها واجده، غادي نخلطها هكا كلشي مزيان. الدجاجه من بعد رقدتها نص ساعه في الحامض غسلتها مزيان، عاودت ثاني خليتها حتى نشفات، ودابا راني غادي نشرملها وغادي نخليوها في الشرموله تخمر على خاطرها، ومن بعد نرجعوا معاكم. دابا الدجاجة ها هي راني تقريبا شرملتها، راني عمرتها معايا جناب هذوما هما مشرمله كامله من داخل ولا برا وكل شيء. دابا غادي نخليوها تخمر حتى منين غادي توجد وغادي نوريكم الشكل النهائي. السلام عليكم. هذا النهار بغيت نكمل داك الدجاجه اللي عمرنا البارح. دابا غادي نديرها طيب، بعدا انا غادي نكمل عليها. عندي هنا البصله مشرمله، ندير شويه ديال الكنور ديال الدجاج، ندير شويه منه، ندير شويه ديال العطريه ديال الدجاج، ندير شويه، عندي سكينجبير ندير شويه، عندي هنا العطريه مخلطه، ايوا دابا غادي نخليها طيب، ندير شويه ديال الزيت. دابا شعلت البوطه، دابا غادي نديرها طيب. دابا عندي هنا الزيت، غادي ندير شويه ديال الزيت، دابا غادي نخليها شويه طيب، عاد غادي دين ولا ندير الماء. دابا غادي نقسم البوطه، صافي حنا كملنا داك الدجاجه لا إله إلا